السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وعندي واحد تجيها الله يزيدك الله يكتخيك. يا سيدي. كاين بعض الناس دجالين. إيه. والدجالات هذوك السحار اللي كيسحروا للناس. إيه. يهرب لهم في الحياة ديالهم. ما مصير هاد الناس هادو دابا اللي كيديروا هاد الحالات هذه اللي فيهم هاد التشاويد هذا وهاد التنافيق. والعياذ بالله. المصير ديالهم باش غادي يلقاو الله عز وجل. لا إله إلا الله. بغيت صدر بغيتك الله يزيد خير هاد الناس توشفهم. هما منا. إيه. وحنا منهم. يا خويا. ولكن فيهم الناس اللي مبليين بهاد الحالة هذيك بالشرك. راه السحار ولا السحارة راه كدير الشرك لله عز وجل في هاد الجهاد. الله يستر يا رب. وبغيت سيدي ربي عز وجل الله يربيهم ويربي العباد الى صراط المستقيم. بغيت سيدي ربي عز وجل الله يقويك. اللهم امين اخويا. ويسر امرك ويخليك دائما ناشط والفوق لفوق. اخونا عزيزي نبهنا الى عمل وتصرف قد يهدم كل ما بين يديه وهو الايمان بافكار الشعوذه وافكار الدجاجله. هذا يهدم البنيان والعياذ بالله. للاسف ان بعض الناس في خضم الحياة فيها أزمات فيها فقر فيها مرض. ناس عندهم مشاكل، كل اللي عنده ثقاف في الزواج، كل اللي عنده ثقاف في التجارة، عنده محل تجارية ما بغوا يتباعوا ما بغوا يتشراوا، عنده أراضي هكاك متقفة كتلقى كتسوى الملايير ما لاقيش هويا باش يشري قهيوة، كتلقى ظروفه صعبة. كيقول لك أنا مالي وقع لي هكذا، الناس دايرين لاباس وأنايا لا زواج لا خدمة لا عمل لا راحة. أنا وقع لي عمل وكيعتقد بأنه وقع لي عمل، فيبحث عن من يفك بهذا العمل. وفك هذا العمل كيقوم بالدعاء لله تعالى وبالاستغفار للمولى وبالاحتساب. لكن هو كيقول لك أنا لا، أنا ما كنآمنش به، مدى لي والو، بغيت شي واحد مول البركة، شي واحد اللي عنده السر اللي عنده الحكمة، كيضرب الخط الزناتي ولا كيدير شي أمور في استنطاق للجن واستخدام العفاريت ويقدر يحل المشكل، فيذهب كيقلب عليهم. في الحقيقه راه ماشي الدجاجله هما اللي كيمشوا عند الناس، راه الناس اللي كيمشوا عند الدجاجله. كم من دجال، ما كان دجال، كان غد جيجيل، كان غير صغيور، ولكن الناس نفخوا فيه فصار دجالا. خليك السوق رائجه، مادام الناس ما عندهم لا عقيده ولا عندهم ايمان وعندهم طمع وعندهم الشره وبغي يربح دغيا، خليه يجي لعندو يدي ناكل ليه رزقه. يا ما رايت دجاجله كيف يصنعون. بلقيت واحد دجال عنده 70 عام، الى شتي المشهد، لحيه بيضاء والسبحه والعكاز، والضحيه ديالو رجل سلطه كبير، رجل سلطه في مرتبه عليا، يعني مثقف وعنده الماستر ودوز الحياه، ومع ذلك وقع في شراكه. احنا اش غنقولوا للنساء؟ واش غنقولوا للناس البسطاء؟ هذا رجل السلطه المفروض انه يكون عنده عقل وعنده، ولكن لانه مر بظروف صعبه ومر بضغوطات وضيعوا في حقه، بدا كيقلب على ملتمس، وفعلا دار ليه ذاك العمل. انا ذاك الدجال تبعته قلت ليه اش درتي؟ قال لي طلبت منه قد وقد ديال الفلوس. قلت له هذا امر ترى، قال لي خاصني باش نعيش، رديت لي رزقه. راه هو مغفل، لو كان على بال وعلى عقل ما اعطاني. فملي كيلقى واحد الانسان مضرور كيقول لك هذاك راه مغفل غندير ليه رزقه، ما غيخلص الزكاه غنديها ليه، فكيجمع الاموال الباطله. وللاسف حضرت لموت هذا الدجال، حضرت لموته ورأيت كيف كانت جنازته. نسأل الله السلامة والعافية. حسن الخاتمة كيعطيها الله تعالى لأهل الإيمان واليقين، كيكونوا منورين في خاتمتهم، لكن أهل الباطل خاتمتهم سوداء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أخونا عزيزي بارك الله فيك وأسعد الله قلبك، وتحية كبيرة لكل ساكنة إقليم أكادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الطيب قريبا. يا أهلا وسهلا بك سي عبد الهادي. الله يبارك فيك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك مولاي.
الحمد لله ونهار كبير هذا وساعة مباركة هذا فسد لنا الخطة ودي الحاج. يا أهلا وسهلا بك أخويا. الله يرحم لك الوالدين والله يرحم لك في هذا اليوم الجمعة إن شاء الله كتجمع الإنسان الحمد لله راك راجل مبارك ورجل طيب ورجل فاضل الحمد لله والشكر لله وكان الحمد لله ونشكره الحمد لله ونشكره بأن أنت كتسمعنا هذا الكلام الحمد لله. بارك الله فيك. مع الإخوان المؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك سيدي. يسمعوا لك الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك مولاي الله يعزك سيدي. الله يرحم لك الوالدين انا في الطياب قريبا عيطت لك على حساب واحد الوالد مسكين كان توفى ليا كان هو كنت نخدم الاذاعه وكيتصنف معايا مسكين هذا البرنامج ديالك. اييه. ولكن دابا توفى مسكين هذه الجمعه ديال غدا 22 يوم باش توفى. انا لله وانا اليه راجعون. اييه لا اله الا الله. لا اله الا الله. توفى ليا مسكين في السبيطار ديال بني ملال انا هنا في قيس صالح وكان شويه سميتو هو كانت عنده نبوله وكان مريض هو مسكين ولكن عنده ولا عنده الماء في القلب. الله الله الله. هو دفعوا ليا بني ملال ديتو سميتو في قيس صالح تماك انا كنسكن في العروبيه ودفعوا ليا بني ملال وقدر لي الله سبحانه وتعالى باش توفى تماك مات مسكين يوم الجمعه مات مع جوج ديال الليل باش مات الخميس والجمعه داخله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان ضربوك أستاذ طيب قريبان باش عطينا واحد الدعوة ديال الخير وواحد الوالدة هي مسكينة فهي شادة الراديو. لا إله إلا الله. هي تعطيها واحد الدعوة ديال الخير إن شاء الله سيارات محلت معاه وقلبات وسميتو ولكن يبغينا هذاك الحين ديالها يكون اللي هو نور في القبر ديالو وراحة. يا ربي يا ربي. إن شاء الله وتندعي معاها أنا كل جمعة تنصحي جمعة في المقبرة في الطريق ديالي كنطرق تنقرا شوية ديال القرآن. إي يا خويا. وكندعي ليه بالرحمة. ونطلب الله جميع المؤمنين والمؤمنات كاملين كافة المسلمين والمسلمات ان شاء الله بحول الله توصلهم الرحمه ديالك تهدوا عليك تعطيها يا خير كثير. بارك الله فيك اخويا بارك الله فيك. احنا مشرفين يا ودي اللي كان عندنا انت قرب حلا سبحان الله العلي العظيم كنتصنتوا ليك الحمد لله ونشكروا كنرتاحوا نفسيا بعد هي الاولى. بارك الله فيك. لا اله الا الله محمد رسول الله ما قدرتش نعبر لك انا دابا سميتو مني تسدد لي الخطره ما بديش سبحان الله العلي العظيم. بارك الله فيك سعد الهادي خويا حفظك الله الله مولي. يرحم لك الوالدين والله يجازيك بخير ودي سي طيب قريبان نطلبوا لك وان شاء الله الوالدين عندك ان شاء الله راهم يكونوا ان شاء الله في الجنه في الجنه في الفردوس وتكون تعشت معهم سيدي الله يجعلك زوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بارك الله فيك سعد الهادي. ان شاء الله الله يرزقك بالجنه ديال الفردوس ان شاء الله بحول الله. يا رب يا كريم شكرا لك سعد الهادي شكرا لك اخويا. يا رب امين وبغيت مع الوالده فهي مسكينه هي هدايا مسكينه قضي خاطر هذه يعد ودنها مسكينه وكتصمت ليك. لا اله الا الله شكرا شكرا سعد الهادي لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحم لك الوالدين واسمح لنا طولنا على الله يجازيك بخير ودعي للاموات كامله الله يرحمهم. لا اله الا الله سعد الهادي شكرا لك نشكروك والله ادمعت عيوننا ذكرتنا بالنعمة اللي أعطانا ربنا عز وجل نعمة الوالدين النعمة العظيمة الستر والعطاء هما الوالدين الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين اللي شتي رابح راه مرضي الوالدين واللي شتي خاسر خصو يراجع علاقته من الوالدين. نسأل الله تعالى أن يرحم والدك رغم هذا المرض اللي مرض به راه قال لك قتل كيف قدر هذاك غير سبب وإنما أجله قد حضر فانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. نسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه ووسع مدخله واجعل قبره مزارا للملائكة. ونطلب الله تعالى يطرح البركة في الوالدة الله يطول عمرها الله يخلى لكم بحال ترية مضوية على الجميع والله يجمع الشمل ديالكم الخوت والخواتات تكونوا بعضياتكم حلوين بحال التمرة في اللسان وشمع قرشي بحال الصوف تكونوا دائما محبوبين وتكونوا دائما متفاهمين فيما بينكم. ونسأل الله تعالى أن يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نختم أيها الأحباب الكرام بالوصية بالبر بالوالدين. راه اللي بغى الربح يمشي عند الوالدين واللي شاف راسه بأنه خاسر أو عنده أزمة أو ما عنده زهر أو أن الأبواب مغلوقة يفر إلى الوالدين حتى ربي يوصى عليهم. الوالدين بوابتك إلى الجنة. نسأل الله تعالى إذا كانوا من الأحياء أن يبارك في أعمارهم ويجعل أوقاتهم بالذكر معمورة ومن وإذا كانوا هؤلاء الوالدين من الأموات اللهم يا رب يا كريم اجعلهم في أعلى عليين
مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونختم بدعوات صالحة للوالدين آباء وأمهات، اللهم احشرنا معهم في جنات الفردوس أجمعين. قولوا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.